هاي، كيف كنت؟ اتمنى تكون بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العذراء، راح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية لإلك ولشريك، وراح اتحدث كذلك عن الوضع العام. اوكي، بس راح ركز اكثر على الوضع العاطفي. راح اتحدث كذلك حتى عن العزيب، راح نشوف شو بيخبر لون شهر جون. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي امكانية تكون القراءة عكسية وخاصة في الوضع العاطفي. اوكي، بداية يا برج العذراء، عم شوفك كأنه انت عم شوفك كأنه عم تراقب شخص. اوكي، عم تراقب شخص او معجب بشخص. هذا الانسان ممكن يكون عنده اطفال، ممكن ما يكون، بس يعني روحه طفولية اكثر، وشخصية متوازنة، شخصية ناجحة جدا. ممكن اذا ممكن تكون بعلاقة معه، ممكن ما تكون بعلاقة وعم تراقبه لهذا الشريك. اوكي، عم شوف في رغبة انه تكون متزوج معه او تكون بعلاقة. اوكي، بالنسبة له هو، فعم شوفه شخصية ممكن يكون برج الردي، ما ممكن كذلك حتى انا عم يطلع لي برج ترابية اكتر، بس ممكن يكون شخصية محبة للجنس، انسان بحب انه يكون بعلاقة جسدية اكثر. وعم شوفه ممكن انسان يعني هو مادي جدا. اوكي، يؤمن بالاشياء الماديه الارضيه، انسان ارضي، يعني انسان ما بيؤمن بالعلاقات الحب والجمال وكذا، انسان لا. اوكي، انسان واقعي، بيؤمن بالنجاح المادي، الفلوس، الحياة، يعني اي شيء يمسك باليد فهو يؤمن به، حتى يعني العلاقات الجسديه بالنسبه له كل شيء. اوكي، ممكن عم شوفه كذلك شخصية متملكة، شخصية بتحب كل شيء يكون لها، ما بتحب انه تعطي اكتر، هي بتاخد اكتر ما بتعطي. عم شوفه كذلك يعني هذا الانسان ممكن انتوا كنتوا على علاقة من الماضي، اوكي، بس خسرتوا بعض، ما عم تحكوا مع بعض. اوكي، عم شوفه لسه بيحمل مشاعر تجاهك، لسه عم يتذكر الماضي، لسه عم يتذكر الاشياء التي حصلت بالماضي، لسه شاي يعني، لسه يعني قلبه حي تجاهك. اما انت ممكن عم شوفك بدك انه ترجع، ممكن كنتوا متزوجين، يعني مبين منه هذه القراءة كنتوا متزوجين، وبدك انه ترجعوا الامور، بس لسه قلبك مخدوش من جوا. اوكي، لساتك موجوع من الماضي ومن جروح الماضي، ما عم تقدر انه تطلع للاشياء المستقبلية دائما. ايه اوكي، بدك انه ترجعوا لبعض، بس ممكن اوقات عم تتذكر شيء من الماضي وعم يجرحك بقلبك. اوكي، ممكن هذا الانسان، ممكن هذا الانسان يسعى الى صلحه، او يسعى الى تجديد امور كانت يعني كانه كانت بالماضي ويريد اعادتها. وارد جدا انه كنتم متزوجين ويريد ارجاع هذه العلاقات الزواج من جديد، بس يريد ارجاعها بصيغه جديده بشكل اخر، بانه تكون صلحه جيده، فيها تفاهم، فيها كثير اشياء جيده. اوكي، بالنسبه لك انا عم شوفك حياتك من دون هذا الانسان كان فيها تعب كثير، كانه انت تعبت كثير لما ابتعد عنك، ممكن كان عم يشيل، يعني اذا كنتم متزوجين فهو كان بيعمل أشياء كتيرة، لما راح من حياتك تعبت كتير. عم شوفك في مشقة، كأنه أنت عم تعاني جدا من ابتعاد هذا الإنسان، وكذلك عم شوفك كل يوم عم تنتظره، دائما بتشوف إذا هو بفكر فيك أو لا، بس عم شوفه أنه بفكر فيك، لسه بقلبه مشاعر تجاهك. عم شوف كذلك على أنه هذا الإنسان تغير، تغير كليا، ويريد تغيير هذه العلاقة بشكل آخر. أوكي، كأنه عم شوفه يريد إحياء هذه العلاقة لتصبح علاقة منتجة أكثر.
عم شوفه بالوقت الحالي ياخذ خطوات لورا او يعني كأنه عم يمحص قراراته اكثر او يتمهل بقراراته عشان ما يكون في خساري. عم شوف كذلك انت، عم شوفك تعبان، تعبان يا برج العذراء من دون هذا الانسان، كأنه كان عم يمثل لك كل شيء. انت عم تشوفه شيء ايجابي او نقطة جميلة جدا بحياتك، عم تضيء حياتك، اوكي؟ كأنه إذا حكيت معه أو إذا كان معك بتحس بسعادة عارمة، بس لما بيبتعد عنك بتحس أنت بضيق بقلبك. عم شوف كذلك حتى على أنه خطوته القادمة، في خطوة بشهر جون، وارد جدا أنه تكون في خطوة، بس هذه الخطوة ما راح تكون بالشكل الذي أنت تتوقعه يا برج العذراء، اوكي؟ ما تتوقع انه هذا الانسان ممكن يصالحك بشكل من الرومانسية او يتقدم بشكل من الرومانسية، يحكي لك الاشياء التي كان عم يشعر فيها، ممكن يجيك بشكل من العصبية وتكون في شجارات وفي مشاكل لان يصلح الامر بينكم. كذلك عم شوف على انه مستقبل العلاقة لازم تكون علاقة قوية جدا، لازم يعني تستفيد من كل هذا الشيء الذي مضى، من مشاكلكم الماضية لتصلحوا هذه العلاقة، لأنه عم شوف العلاقة مستقبلها جيد وهي جيدة، وهذا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك، بحبك، هذا الإنسان مع بحياته ما نساك، يريد عودة هذه العلاقة وإرجاع، ممكن تكون متزوجين ويريد إرجاعك لحياته. هذا كل شيء صراحة، بس حاولوا انه تصلحوا اموركم. عم شوف في غموض كذلك يظهر بالعلاقة، في هذا الانسان غامض جدا، ما عم يبدي ولا شراري على انه يعني ممكن يريدك، بس هو من جوا يريدك، وعم شوف في يعني خطوة الى الامام بالمستقبل من جون وللاشهر القادمة، عم شوف في اشياء رح تحدث بحياتك. كمان عم شوف انه هذا الوقت للاستشفاء، والحياة رح تشفيك من الجروح التي كانت بالماضي. عم شوف في شيء سيحصل بحياتك يا برج العذراء سيصلح الامور. عم شوف في اصدقاء ممكن سيكونوا صلة وصل بينك وبين هذا الانسان لاصلاح الامور بينكم. عم شوف كذلك على انه في امور رح تتصلح، يعني كانه في كذا ورقه عم تحكي عن الشفاء والاستشفاء والصلح وعلاج الامر، اوكي؟ عم شوف كذلك يا برج العذراء، ام سوري، على انه انت عم تتعامل ممكن مع برج الجدي، ممكن تتعامل كذلك مع برج التلو. عم شوف العقرب، العذراء، الاسد. عم شوف كذلك حتى عم شوف يعني أبراج مائية، عم شوف كذلك أبراج ترابية هوائية، النار يعني حتى نارية، بس يعني يغلب على هذه القراءة الأبراج المائية والترابية والهوائية، بس في الماء، في النار، بس هذا اللي عم يغلب بهذه القراءة. بالنسبة للعزيب، عم شوف على انه كأنه انتهيتوا من علاقة، اوكي؟ انتهيتوا من علاقة، وهذه العلاقة سببت لكم ألم، سببت لكم جرح، وعطتكم طاقة سلبية، اوكي؟ كأنه صرت عم تفكر بشكل من السلبية، وصرت شخص تحس حالك عصبي جدا وسام جدا، اوكي؟ كل ما يتحدث معك انسان تلاقي حالك معصب. ليش بقى؟ عشان انه العلاقة التي كنت فيها بالماضي يعني سببت لك ألم، اوكي؟ عم شوفك بالوقت الحالي ما في علاقة وما في شيء جديد، ولا في انسان عم يتقدم ولا بيحكي معك. عم شوف انه انت لساتك عم تخوض الاستشفاء الذاتي، كأنه عم تشافي حالك من جروح الماضي، لساتك عم تشافي حالك. ما عم شوف صراحة أشياء جديدة ولا علاقات جديدة ولا شخص من الماضي رح يعود ولا شيء. عم شوف الوضع العاطفي هيك راكز. رح نطلع هلا بالأوضاع العامة، أوكي؟ ممكن في دعاء كنت عم تدعيه يوميا عم شوفه يتحقق، عم شوف في شيء
كأنه أنت كنت دائما أوكي في شيء كنت عم تنتظره يا برج العذراء سيتحقق وسيحصل، سواء كان علاقة عاطفية، سواء كان شراكة عمل، سواء كان شيء يتعلق بمشكلة مع شخص آخر. إذا إنسان ظلمك أو عمل لك شيء بحياتك، ممكن عم شوف إنه العدالة الربانية تأخذ حقه. عم شوف في أوضاع جيدة بالعائلة، عم شوفك سعيد مرح، عم شوف إنه أنت متشبت أكثر بالعلاقة العاطفية والمراقبة وكذا. أوكي، عم شوفك إنه أنت شاغل بالك بهذا الشهر العلاقة العاطفية. عم شوف كذلك حتى إنه في لم بالبعيد. أوكي، عم نشوف حتى انه الاوضاع المالية ما راح تكون جيدة، انتبه من الخسارة المادية. ممكن تكون عم شوفك بهالشهر عم تصرف مال اكثر. عم شوف كذلك حتى انه انت انتبه من كلامك يا برج العذراء عشان ما يجلب لك مشاكل. اوكي، اذا انت مثلا اذا كنت حتى معصب ما تحاول تحكي، لانه ممكن الكلام رح يجلب لك مشاكل اكبر. حاول اكثر تنتبه على العينين، تنتبه كذلك على عم يظهر لطاقة الاعين، يعني كأنه عيونك عم ترهقها بالبكاء، كذلك عم ترهق عيونك بكثرة المشاهدة التلفزيون وكمان الموبايل. اوكي، حاول انه ترحم عيونك اكثر. بس عامة عم شوفك تتوجه حتى بالعلاقات او بالطاقة العامة، عم شوفك مركز اكثر بالعلاقة العاطفية، تركيزك كليا بالعلاقة العاطفية، وفي شخص يتدخل بحياتك عم يجلب لك مشاكل. عم شوف في خضات بالعمل، ما عم شوف الاوضاع العملية راكسة جدا معك. عم شوف في ممكن لبرج العذراء يكون في فرصة عمل جديدة. هل فرصة العمل انتظرها من مدة طويلة؟ عم شوف في شخص يتدخل بحياة برج العذراء ليعكر صفو ذهنه وحياته الطبيعية. عم شوف كأنه هذا الإنسان دائما عم يجلب له مشاكل وصراعات. أوكي، دائما يبحث عن مشاكل معه. ممكن حتى ما يكون شخص ما منه عدو، يعني بتعرفوا هذا الإنسان، ممكن يكون حدا خفي عم ك ك دائما عم يمكر لإلك. أوكي، انتبه من هيك أشخاص بحياتك يا برج العذراء. ممكن حدا يكون من العائلة أو يسكن معك بالبيت. عم شوف كذلك حتى ممكن يكون في سفرة، عم تتلقى رسائل تخص العمل، رسائل تخص أصدقاء. عم شوفك عم تتراسل، عم شوف في حتى عم شوف في عندك مصاريف، جدا عندك مصاريف تتعلق بالفواتير وكل هذه الأمور. أوكي، شهر تقريبا فيه نوع من التجديد للطاقة وإصلاح الأمور العالقة بالماضي. عم شوف حتى في سفر لأصحاب برج العذراء، يمكن هذا السفر يجي بسرعة. بس عامة الأوضاع يعني عامة لا بأس بها يا برج العذراء. حاول تنتبه أكثر على كما قلت على الأعين، على الأرجل، على الساقين، واهتم لكلامك. اوكي، ما يكون كلام متسرع عشان ممكن تندم على هذه الامور. هذا كل شيء بالنسبة لبرج العذراء. بتمنى لك كل الخير والمسرات.